منظومة الاتصالات منظومة رقمية بها نظام حماية، نظام الحماية من 14 وأحيانا من 16 رقم يتغير كل 30 ثانية، يعني صعب جدا تقدر تخترقها، يعني خوارزمية بالأرقام من 16 رقم يتغير كل 30 ثانية، أنت يحتاجك 30 سنة يلا تخترق تكتشف الخوارزمية، هي 30 ثانية تغير بها، فصعب جدا اخترقها. قد تحتاج وقت حتى تكتشف خوارزمية من 16، أنت تخيل قاصة بها ثلاث أرقام، إيش قد يرد لك حتى تفك الشفرة ما ثلاث أرقام؟ فعلاً. فتخيل 16 رقم الأرقام، يعني قاصة بها 16 رقم. فصعب هذا الشيء. شلون تقدر تعرف يعني الرقم الحقيقي من 16 رقم؟ إيش كم احتمال عندك؟ طيب هو يتغير ب 30 ثانية، أنت إيش قد يرد لك وقت حتى تقدر تكتشف؟ لكنه هنا المشكلة وين؟ المشكلة أنت قاعد تشتري أجهزة وخوارزمية التشفير هي عند نفس الشركة. وهذا اللي حدثت لك. قلت لك يعني منظومة الاي تو ان ومنظومة الاي سي تو ان هي تابعة لشركة موتورولا ونصبت عندنا وتستخدم لأغراض أمنية واستخبارات. فش نسوي هنا؟ خوارزمية التشفير شركة موتورولا مو عند البلد المستفيد. وأنا في حينها طالبت أكثر من مرة وجهت رسالة حتى على القائد العام، مكتب القائد العام من خلال مكتب السيد فاروق العرجي، أنه قلت هذا الخطأ الكبير اللي نرتكبه، أنه منظومة الاتصال الرقمية خوارزمية الاتصال عند شركة موتورولا. شو هي هاي نقطة التشفير ممكن تكون عندنا لو هذه حكة فقط على الشركة المصنعة؟ لا لا لا، ممكن تكون أنت تمتلك خوارزمية التشفير وبالتالي الشركة المصنعة ما تقدر تخترق منظومتك، أنت تحدد الأرقام. أنت مستفيد كونك قريبة من السلك العسكري والأمني، عندنا اليوم إمكانات توصل لهذا المرحلة وهذا المستوى؟ عندنا خبراء في مجال الاتصالات، خبرة في الأمن السيبراني، عندنا في خبراء في مجال الاتصالات ولا أروع منهم ومشتركين بدورات. راح أعطيك نموذج شوف المعادلات الغريبة. أحد خبراء الاتصالات عندنا بالعراق مشترك بعدة دورات. طيب آخر دورة كانت في أمريكا، قبل ما تنتهي الدورة ويرجع للعراق هو بأمريكا صدر كتاب التقاعد ماله. انت تخيل قبل لا يرجع؟ قبل لا يرجع. شو تكريم له هذا؟ شنو؟ لا منت اكو ناس يستعدون الكفاءات ويعزلوهم، امكانيه وتحيلها للتقاعد. اكو ناس يستعدون الكفاءات ويعزلوهم،